رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لفقره السوشيال ميديا اللي بنتابع فيها اهم ال 12 على حسابات الرسميه الخاصه طبعا بنجوم كره القدم سواء محليا او عالميا في الفقره اللي جايه. هنبدا بطارق انديل. طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي نشر على تويتر مجموعه من الصور خلال الاجتماعات الخاصه باللائحه الاساسيه للنادي الاهلي وكتب لائحه الاهلي. كمان اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق نشر على تويتر وقال: لفترات طويلة لم أكن مقتنع بتطبيق تقنية الفار لأنها تفقد كرة القدم متعتها، ولكن بعد ما رأيناه يحدث في الدوري المصري ودوريات أخرى والوقوع في أخطاء سهلة ومؤثرة لكل الفرق، أرى أنه يجب العمل على تطبيق تقنية الفار في أقرب فرصة ممكنة. كمان نروح بقى لمحترفينا، ونروح كمان للعيبة النادي الأهلي اللي انضموا دلوقتي لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة النيجر. نشر تريزيجيه على تويتر صورة ليه من المعسكر مع محمد صلاح وقال: بتدرب مع أفضل لاعب في العالم. كمان محمد هاني لاعب الأهلي والمنضم لمنتخبنا الوطني الأول نشر صورة من المعسكر وقال: مع محمد صلاح صديقي الجديد في الغرفة. لسه مع صلاح بقى، وصفحة كمان ليفربول أعلنت النهاردة على الفيسبوك فوز صلاح بأفضل هدف في شهر أغسطس، وده هدفه في برايتون. كمان كتبت: بكل الهدوء والتركيز والمهارة الرائعة، محمد صلاح يحصد جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس. كمان محمد النني نشر صورة للمنتخب من ماتشات المونديال وكتب: مع بعض دايما. كمان احتفل أحمد حجازي بعد ميلاد ابنه سفيان على انستجرام وكتب: كل سنة وانت طيب، انت وادم ادتوني احلى سنتين في حياتي. نشر احمد حسام ميدو على انستغرام صوره مع سلجادو او لسلجادو لوحده بعد ما انضم طبعا للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، وكتب: من الرائع ان يكون لدينا سلجادو كجزء من فريق تدريب المنتخب الوطني، فان خبرته ومهنيته هتاخد ولادنا الصغيرين لمستوى تاني. كمان اعلنت صفحه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر عن فتح التصويت لجائزه بوشكش افضل هدف، وعلقت: هذا الوقت للتصويت. كمان عالميا بقى نشر اللاعب ايرن هازارد لاعب تشيلسي ومنتخب بلجيكا صوره ليه من انضمامه لمعسكر بلجيكا وكتب: هذا جيد، العوده مره اخرى. كمان لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا نشر صوره ليه من تدريباته مع المنتخب وقال: عدنا مع كرواتيا. وكمان اعلن ديفيد بيكهام على حسابه على الانستغرام اسم نادي جديد في الدوري الامريكي انتر ميامي، ونشر كمان صوره لشعار النادي وكتب: من 4 سنين كنا بنحلم بانشاء نادي، ودلوقتي نحن فخورون بالاعلان رسميا عن اسم نادي الخاص بنا. اخيرا بقى نشر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي صوره ليه من التدريب مع اليوفنتوس وكتب: العوده للمسار الصريح. طبعا كلنا مستنيين تسجيل رونالدو لهدفه الاول مع اليوفنتوس. سريعا بقى دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل النهارده ضيفنا استاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي في الاخبار، لكن بعد الفاصل.